بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لقاء خاصة، أول حلقات شهر رمضان المبارك. ربنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعيننا على صيامه وعلى قيامه. قبل ما نبدأ حلقتنا الليلة خلونا نرحب بالدكتورة روعة. كيف دكتورة؟ مساء الخير عليك شيف إبراهيم، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة كل مشاهدينا بكل بألف خير. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أكيد الليلة حلقتنا حتكون جميلة جدا وغنية جدا بالمعلومات المهمة والمفيدة جدا، إن إحنا كيف نبدأ صيامنا ونخلص من صيامنا بصحة جيدة جدا. إن شاء الله تستفيدوا من المعلومات دي، وكمان شيف إبراهيم عمل لنا حاجات مفيدة جدا مفترض كلنا نكون بنتناولها أثناء رمضان. وشوف شيف إبراهيم محضر لنا شنو. طيب يا دكتور، احنا قلنا النهارده اول ايام طبعا شهر رمضان المبارك، طبعا قلنا نكون ضيوف خفاف شويه على الساده المشاهدين، نعمل حاجات كده مراجعات بسيطه جدا، يعني زي ما انت قلت يا دكتوره هتكون الحلقه اغلبها نصائح وارشادات بالنسبه لتناول الغذاء خلال الشهر الكريم. النهارده هنعمل سلطه بتاعت الزبادي على الطريقه السودانيه، وهنعمل شوربه الشعريه مع الخضروات، وكمان هنعمل عصير كوكتيل كده لذيذ وخفيف وفي نفس الوقت ما مكلف. احنا النهارده عملنا كميه بتاعت عصائر كثيره، لكن ده برضو النهارده من العصائر الرمضانيه اللي انا دايما بتذكرها لانها اختراع واحد صاحبي بتكلم عليه لما اشتغل في العصير ان شاء الله. طيب هنبدا اول حاجه النهارده، نبدا مع شوربه الشعريه مع الخضروات، نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، كنا شفنا مع بعض مقادير الشعرية. طبعا عايزين نذكر السادة المشاهدين يا دكتورة بأرقام تليفوناتنا أسفل الشاشة، رقم التواصل وأرقامنا على التواصل مواقع التواصل الاجتماعي. أول حاجة احنا يا دكتورة بنحمص الشعرية. الشعرية في ناس بيخطوها طوالي كده بيتسلق، وفي ناس بتتحمص بالطريقة دي. هو طبعا كل ما تتحمص كل ما تكون أحلى، وبتدي تست احلى للشوربه بتاعتنا. انا بحمصها الاول بالجمل لوحديها كده بعيدا عن الخضروات، عشان الخضروات ما تنزل المويه بتاعتها مع الشعريه بتاعتها. تمام كده، ونبتدي نديها تقليبه كده. الشوربه من الحاجات الاساسيه جدا يا دكتوره اللي هي بتكون موجوده على مائده الافطار، اتكلمنا على الموضوع ده وانت ممكن تتكلمي فيه توضيح كويس. تمام. اثناء ما شيف ابراهيم حيحمص لنا الشعريه، انا حتكلم لكم عن فوائد الشوربه. ودائما الشوربه بتاعتنا مفترض تكون محتويه على اي نوع من العناصر اللي هي حتكون مفيده جدا وصحيه جدا لصحتنا. طيب احنا عموما في رمضان مفترض انه نحلل صيامنا بمويه تكون درجه الحراره العاديه ما تكون بارده جدا، ونتناول بلح. احنا ما سالنا روحنا انه ليش معنا كوباية موية ومعاها ثلاثة تمرات أو كذا؟ ليه إحنا ما سألنا روحنا سؤال ده؟ طيب أنا حرد لكم على سؤال ده اليوم إن شاء الله. ليه؟ لأنه البلح غني جدا بالبوتاسيوم اللي هو بيساعد على تقليل نسبة العطش في نهار رمضان. كل ما إحنا نتناول كميات كبيرة من البلح أثناء فترة رمضان عموما أو فترة الصيام، الحاجة دي بتساعدنا في قطع العطش اللي هو بيجينا في فترة النهار.
اليوم شيف ابراهيم عمل لنا شوربه زي ما قلت لكم، المفترض الحاجات تكون دافيه. ممكن انا احلل الصيام بتاعي بالبلح ومعه المويه، او ممكن اشرب شوربه تكون شويه دافيه. الشوربه اليوم شيف ابراهيم عمل لنا فيها كوسه. الكوسه من الخضروات الغنيه جدا بالبوتاسيوم زي ما قلت لكم، ان احنا بنحتاج له بكميات كبيره في فتره شهر رمضان الكريم. طيب يا شيف. طيب يا دكتوره، زي ما انت قلتي احنا شوربه الشعريه مع الخضروات، الشوربه دي بتقبل حاجات كثيره جدا، يعني ممكن اضيف لها لحمه، ممكن اضيف لها جداد، ممكن زي ما احنا بنعمل بالخضار بس، ممكن اضيف لها بسله، ممكن اضيف لها ذره حلوه، ذره صفراء، يعني أيوة. كل انواع الخضار، كل ما تنوعت انواع الخضار كل ما طبعا بتدي القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه. لكن احنا بنبسط الشوربه زي ما احنا شايفين كده للي لسه حاضرين معانا، احنا بدينا نحمص الشوربه، ممكن في حته سمنه، ممكن في حته زبده، ممكن في شويه زيت، ما في مشكله. المهم ان انا بحمص الشعريه بتاعتي بالجنبه كده، وفي حله ثانيه ببتدي اسخن عشان اشوح الخضروات بتاعتي. البصل طبعا اساسي في القصه، حتى في رمضان احنا بنحب البصل. لا ده البصل يعني، لا تخيل مطبخ من غير بصل، والله بجد يعني ما في مطبخ من غير بصل، دي ما مطبخ يعني، مطبخ من غير بصل وثوم ما مطبخ. تمام. فهو احنا زي ما احنا شايفين كده دكتوره، الشعريه بدات تتلون معانا بالشكل ده. طبعا برضو يا شيف ابراهيم، ان الشعريه عموما في السودان هنا مبسوطه انه هي حاجه حلوه او صنف من الاصناف الحلوه. هنا الليله شيف ابراهيم عمل لنا من الاصناف المالحه اللي هي مفيده جدا وصحيه جدا. واحده من العادات الخاطئه المنتشره جدا في فتره شهر رمضان الكريم، انه احنا دائما بنتناول كميات كبيره من السكريات. زي ما قلت لكم ان السكريات مفترض ما نتناول منها كميات كبيره. السبب في كده انه بتساعد على انه جسم الانسان يكون حاسس، الزول يحس بدوخه بفتور في جسمه لانه تناول كميات كبيره من السكريات، في نفس الوقت بتزيد نسبه العطش في نهار اليوم الثاني. فبرضه احنا مفترض نقلل من تناول السكريات، او ممكن احنا نتناول منها لكن تكون بطريقه معقوله، او نقلل نسبه السكر شويه فيها. نفس الحكايه الملح برضه ما نكتر منه كميات كبيره، لانه الصوديوم برضه بيساعد على زياده نسبه العطش في نهار رمضان. طيب يا دكتوره، احنا الشعريه يستحسن دايما واحنا بنحمصها ان احنا نكون واقفين جنبها عشان تاخد اللون في كل الاتجاهات، يبقى لون واحد، ما شويه يسودوا او يتحرقوا وشويه يكونوا لسه ما لونوا. نكون شغالين عليهم كده بالشكل ده. جربها هنا على النار الحلوه، وهنا انقل على النار السخنه عشان ابتدي اسوي الخضار بالشكل ده. طبعا كل الخضروات يعني المتاحه بتكون كل ما تكون، طبعا الخضار بدبل هنا طبعا، ما داير ان انا يعني احمل البصله، انا بس بدبل البصله لانه بعد كده لسه هيستوي مع الشوربه. الشوربه طبعا المرقه، اتكلمنا ثاني عن المرقه، بقى لنا يومين ثلاثه بنتكلم عن المرقه. المرقه ايوه يعني اتكلمنا عليها كثير جدا. فا او لو عندي عظم فراخ، عندي فراخ مثلا هسلقها وبعد كده اخذ اللحم بتاعها اشتغل بيها في اي حاجه ثانيه، في الفطاير، في اي نوع من انواع الاكل بكون عندي بعمل منها الشوربه. لو ما عندي طبعا بكون جهزتها زي ما عملنا مع بعض، اللي هي مرقه الدجاج اللي احنا بنجهزها في البيت وندخلها بعد كده بنحطها ونفكها مع المويه بنشتغل بيها، برضه بتساعدني بيكون حل من الحروق. هنا كده البصله بتاعتي يا دوب بدات تدبل، نحط الجزر بالشكل ده. سيبه برضه شويه كده يدبل. سيبه يدبل، بعد كده اكمل كده. الشعريه بتاعتي جهزت، طيب يا دكتوره احنا برضو من الحاجات اللي دايما بننصح بيها زي ما انت قلتي من شويه كده، احنا ما نكتر، انت قلتي ما نكتر الصوديوم، برضو السكريات على وجبه السحور برضو. أيوة. من الحاجات اللي بتعطسها ذكرت عليهم قبل شويه شيف ابراهيم، انه برضو احنا السكريات مفترض ما نتناول منها كميات كبيره لانه بتزيد من الوزن وبتزيد من النسبه بتاعتنا الجسم حاسس بفتور وكمان دوخه. برضو الحاجه الثالثه انه نهار رمضان الثاني انا بكون عطشانه اكثر من الناس العاديه اللي هم ما بيتناولوا كميات كبيره من السكريات. هذا الدكتوره هذه كده احنا التربه. انا طبعا الكوسه ما احطها هسي، الكوسه طبعا ما بتاخد لبن في التسويه، تمام، هحطها في الاخر خالص عشان انا عايز احتفظ
بالقيمة الغذائية بتاعتها والجرمشة بتاعت الكوسة مع الخضار. وبعد ثاني مني حط شعرية بالشكل ده نقلب مع هتديها تجليبة تانية ولا هتحط طوال الكوسة بعد كده؟ حط الشوربة بعد كده. الكوسة هتحطها امتى؟ في الآخر بعد يعني في وهي بتغلي. بس الشوربة الكوسة ما بتاخد حاجة. أنا ما داير أخدها من هسي بتتهري وفي نفس الوقت ما بتحس بالطعم بتاعها ما زي لما بتكون شوية شوية. أيوه تمام أهو بالشكل ده. طبعا الشوربة القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا، احنا الليلة مطلعين القيمة الغذائية بتاعتها من كل كوب، الكوب بيعادل لنا 200 مل لليوم. القيمة الغذائية من الكوب الواحد بدينا 221 سعر حراري، كمان بدينا من الدهون 5 جرام، من الكربوهيدرات 15 جرام، والبروتين 4 جرام. دور الصورة مع الفلفل، وزي ما قلنا احنا مجهزين المرقة بتاعتنا للشوربه. يعني اتكلمنا الفتره اللي فاتت بين الفرق بين المرقه والشوربه، دي المرقه اللي هي المويه السلك، ولما تتخط على الخضار والشعريه اللي احنا عملناهم كده بقت شوربه. ايوه شوف كده نسيبها تربط مع بعضيها، تلف مع بعضيها كده كله تسليك مع بعضه، وبكده بنكون جهزنا الشوربه بتاعتنا. طريقه سهله وبسيطه. بسرعه كده يا دكتوره هنعيد للساده المشاهدين احنا سوينا شنو. احنا عملنا شوربه الشعريه مع الخضروات، شوربه الشعريه مع الخضروات. عملنا اول حاجه قطعنا طبعا شويه الخضار كوسه وجزر وبصل بالطريقه دي، وقلنا ممكن تقبل انواع كثيره جدا يا دكتوره من الخضروات. بعد كده حمصنا الشعريه بتاعتنا، وقلنا ممكن في اي ماده دهنيه بحته زبده او شويه زيت او معلقتين سمنه، المهم نحن نحمص الشعريه. طبعا تحميص الشعريه سهل جدا بالنسبه للناس كلها. بعد كده الشوربه بتاعتنا او البلقه بتاعتنا جهزناها، قلنا ممكن ان احنا المكعبات اللي عملناها ممكن نعملها ونحطها في الثلاجه وبعد كده نفكها بشويه مويه، او لو عندنا عظم بتاع جداد او فراخ عامة عايزين نسلقها بناخد مية السلق بتاعتها. طريقة سلق الفراخ تاني بسرعة يا جماعة عشان أحصل على شوربة ما يكون فيها زفارة وتكون في نفس الوقت صحية. أول حاجة بحط حلة بتاعت موية على النار بتغلي، ما بحط لها أي إضافات، بس هي موية بتغلي. بجيب الفرخة وبحطها في الموية لمدة دقيقة واحدة وبنشيلها تاني. بجدع المويه دي وبغسل الحله كويس، وبعد كده بحط فيها مويه بارده. المويه البارده دي بحط فيها جزر، ورق لورو، حبهان، قرنفل اللي هو المسمار، قرفه عيدان، تمام، فلفل اسود، حصى. المنكهات دي كلها بحطها مع الفرخه، ولو في كرفس جزر برضه بضيفهم ليها، واسيب المويه بتاعتي على طبعا تكون مويه بارده. بتتسلق الفرخه وبتجيب البهاريز بتاعتها وتطلع الشوربه بتاعتها، بيطلع لنا الريم ده طبعا على الوش، بنشيل الريم عشان هو ده برضه اللي بيكون فيه الزفاره. وبعد كده بيكون عندي شوربه كلير بصفيها، بتكون هي دي كده المرقه بتاعتي، عايز اشتغل بيها للرز، عايز اعملها للشوربه، للاكل، لاي نوع من انواع الاكل او الاضافات اللي بتتحط عليها، بيكون عندي الشوربه بتاعتي نظيفه. عكس ان انا اجيب الفرخه زي ما هي كده بيمها وارميها في المويه طوالي واسيبها تتسلك، هتتسلك وهتطلع الشوربه لكن ما بتكون بنفس الجوده بتاعت ان انا اول حاجه بديها الصدمه الاولانيه دي اللي انا بكتب فيها اي نوع من انواع البكتيريا، لو فيها دم، لو ما مغسوله كويس الصدمه الاولانيه دي بتاعتي بتريح. تمام بكده يبقى انا عملنا الشوربه بتاعتنا، حطينا الشوربه على النار اهي زي ما احنا شايفين يا دكتوره ونسيبها بتغلي. انا بس فضلت ان انا اخد الكوسه في الاخر عشان قلت الكوسه تحتفظ بالقوام بتاعها، لان الجزر الزمن بتاع التسويه بتاعه بيختلف شويه من الكوسه. بكده بنمشي للطبقه الثانيه من اطباق الليله، سلطه الزبادي من السلطات المحببه جدا. وطبعا سلطه الزبادي، الزبادي طبعا بكل اشكاله وانواعه مطلوب ومرغوب في المائده السودانيه. فاحنا برضو النهارده برضو واحنا بنشتغل سلطه هنتكلم عن، امبارح كنت في استضافه هنا وكلمت على طريقه عمل الزبادي، وهنعيدها ثاني ان شاء الله خلال طريقه عمل الزبادي. لكن خلونا الاول نمشي نشوف المقادير نرجع لكم.
ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا شفنا مع بعض مقادير سلطه الزبادي. سلطه الزبادي دكتوره زي ما قلنا من السلطات طبعا هي طول السنه محببه، لكن في رمضان برضو لان الناس دايما بتدور على الحاجه اللي بترطب المعده، الحاجات اللي هي بتمنع العطش. طبعا الزبادي من الحاجات دي. طريقه عمل الزبادي، طريقه عمل الزبادي بالمناسبه سهله جدا جدا، اي زول ممكن يعملها، بس ليها شرطين. الشرط الاولاني ان الحليب يكون كامل الدسم، يعني لو عايز تعمله على الزبادي دايت ما في مشكله دكتوره طبعا، لكن طبعا يستحسن دايما ان الحليب يكون كامل الدسم عشان يديني الزبادي، الزبادي اللي احنا بنعرفه يعني، ما الزبادي اللايت والحاجات اللي هي بتاعت الناس الطيبين، لا احنا بنتكلم على الزبادي اللي هو اللي احنا اتعودنا عليه. الحاجه الثانيه دكتوره ان اول كوبايه هشتغل بيها اللي انا هشتريها من بره بتكون برضه من الزبادي الطبيعي. تمام، يعني ما الزبادي اللي هو المعلب الجاهز، يكون زبادي طبيعي بلدي، زبادي بلدي بمعنى اصح. تمام، كل كوبايه بتاخد حوالي ملعقه بتاعت الزبادي الطبيعي، يعني انا لو عندي 6 كوبايات يبقى 6 ملاعق زبادي طبيعي، في كل كوبايه بتاخد ملعقه بتاع الزبادي الطبيعي. الحليب بحطه على النار، ما بضيف له اي حاجه، لكن بيكون دافي دافي، يعني زي دمعه العين كده، يعني يكون ما سخن وما بارد شديد، يكون دافي. تمام، بخط عايز اقلب طبعا كوبايه الزبادي مع الحليب. ماشي، لو عايز احط في كل ملعقه عشان اضمن ان يعني النسب تبقى متساويه، بحط في كل كوبايه ملعقه، وبحط عليهم الحليب واديهم تقليبه كده بالراحه. فرن بيكون سخن بطفيه، يعني بكون مولع الفرن سخن بطفيه ورص الكوبايات الزبادي بتاعتي وبسيبها كده لمده ليله كامله، يعني لو اشتغل بالليل من بالليل لغايه ثاني يوم الصبح مثلا لغايه ما اصحى من النوم بكون الزبادي بتاعي جاهز. باخد بقى كوبايه من دول من اللي انا عملته وارجع اشتغل نفس القصه ثاني. يعني لو انا مثلا بقول هشتغل 6 كوبايات يبقى انا هستفيد بخمسه والساته اللي هعملها للسته التانيين وهكذا، يعني انت بتشتري مره واحده الزبادي وبقيه الشهر على طول شغاله بالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه في الفرن بتاعنا. في ناس طبعا بيعملوها علب كده خاصه وبتاع، يعني ما بتحتاج القصه، في الفرن بشغل الفرن. وطيب زول يقول طب يا عاشف احنا ما عندنا فرن جهاز مسطح بس، فاي دولاب، بس اهم حاجه انه يكون مقفول منه. طيب احنا كده شفنا مع بعض طريقه عمل الزبادي بسرعه كده، وهنشتغل سلطه الزبادي مع بعض، لكن اسمحوا لنا نمشي فاصل نرجع نكمل مع بعض. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم يا دكتوره عن الزبادي وشرحنا طريقه عمل الزبادي، طريقه سهله وبسيطه جدا ممكن تتعمل في البيت، او لو عندنا مصدر بنشتري منه الزبادي بيكون طبعا هنا. طبعا في الفرق بين الزبادي والروب، بتهيألي اللي هو بيكون شويه الزبادي القوام بتاعه أتقل شويه من الروب، لكن عموما سواء كان الروب او الزبادي طبعا من الحاجات المحبوبه جدا والمفيده في شهر رمضان. طيب يا دكتوره احنا في الوصفه بتاعتنا دي عندنا زبادي اهو، وبنحط معاه ملعقه بتاعت مايونيز اختياريه. اوكي، وربع كوبايه كده بتاعت طحينه، عندي كلها اضافات. احنا عندنا في المطبخ السوداني سلطة الزبادي بتكون عبارة عن زبادي مع الخيار والجزر، وبعد ذاك بتطعم عادي ما بتخطى فيها المايونيز والطحينة. طبعا لسبب بسيط جدا يا دكتورة، اسم البرنامج بالمناسبة لك خاصة. ما يعني انا بحكي انه يعني انت عامل تغيير عادي جدا، يعني بالعكس بالمناسبة دي بوينت لك، اضافة لك انه انت عملت نكهة خاصة. انت بتشكري ولا بتعمل مش فاهم يعني بس يعني انت دائما فاهم غلط. انا بشكر فيك وبقول لك انك انت عملت نكهتك الخاصة. انا بحكي انه عندنا في السودان كيف. اوكي حابب تضيف ثاني؟ لا انا فاكرها يعني انت ده ما تبعنا يعني ما شوية الخل شكل ده، وانا عندي طبعا الخيار، لكن الاول خلينا طبعا افرم فصين توم مع
دبادي. طيب مسافة ما شيف إبراهيم فروم الفصين تاعي الثوم لسلطة الزبادي، هحكي لكم عن الفوائد والقيم الغذائية الموجودة في سلطة الزبادي. طبعا احنا في السودان بنستعمل سلطة الزبادي دائما بتكون قاعدة في أي صينية تاع الفطور في الغالب. ليه؟ لأنه أول حاجة الزبادي بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وكمان بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم اللي هو أساسا في شهر رمضان مفيد جدا وصحي جدا لجسم الإنسان، وبساعدنا إن احنا نقطع العطش اللي بيجينا خلال نهار رمضان. القيمة الغذائية بتاعتها طالعة تقريبا من كل 100 جرام من السلطة بتدينا من السعرات الحرارية كمية معقولة جدا، وكمان من الكربوهيدرات بتكون شوية عالية على حاجة فيه الكربوهيدرات. البروتين بيكون طبيعي رغم إنه الزبادي غني جدا بالبروتين، لكن ما الكمية الكبيرة اللي هي بتكون محتوية على البروتين. دي القيمة الغذائية لليوم لسلطة الزبادي، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وإن شاء الله ما تغادر المعدة الرمضانية. دكتورة قلت الجزر الملعقة بتاعة المايونيز والطحينة تدينا طعم للسلطة كويس. طبعا الخيار اللي بشرته وعصرت المية بتاعته كويس. دايما نحاول في رمضان ان الوجبات بتاعتنا تكون نسبة الزيوت فيها او الدهون فيها عموما تكون قليلة جدا، لانه الزيوت بتساعد على ان الزول يكون عنده تخمة وعنده دوخة وما قادر يتحرك ووزنه حيرجع يبقى زايد. ثاني حاجة انه كمان بتزيد نسبة العطش في نهار رمضان. طب دكتورة حطيت فلفل كده ملح اساسية طبعا ومحبوبة جدا سلطة الزبادي خصوصا مع الاجواء الحارة وتزامنا برضو مع الايام المباركة دي، يكون اعتقد انها خيار كويس جدا انها تكون موجوده على السفره. طب الدكتوره بعد اذنك الطبقين. بكده احنا بنكون جهزنا سلطه الزبادي زي ما احنا شفنا مع بعض كده، الطريقه بتاعتها سهله بسيطه جدا. تمام، حطينا الزبادي مع ملعقه المايونيز مع الطحينه مع زيت الزيتون الثوم الخل عصير الليمون ملح فلفل، قلبناهم مع بعض. لو عايز ان السلطه بتاعتي ما يعني تقعد لغايه ما اقدمها ما تجيب مويه، لان برضو الخضار بيجيب مويه طبعا في السلطه دي، بحط الملح والفلفل يعني بعمل جاهز السلطه وما بحط الملح والفلفل، دخلهم الثلاجه بتفضل السلطه متماسكه. بس تطلع من الثلاجه قبل الفطور طوالي بديها الملح والفلفل بتاعها وشويه الزيت والخل والليمون اللي هو التتبيله بتاعتها يعني، بتطلع اثناء فتره الفطور بتكون السلطه متماسكه. لكن لو عملتها من بدري وحطيتها في الثلاجه الخضار بيجيب المويه بتاعته وتحس ان في مويه حوالين السلطه، من انها طبعا الجزر والخيار لما بيجي عليهم الملح بيخليهم ينزلوا الميه بتاعته. تمام، ابتدي عبر السلطه بتاعتي قريبه جدا من شكل الكولسلو يا دكتوره. اهو الفرق بين سلطه الزبادي العاديه او اللي هي اليونانيه، اصلا هي اليونانيه الاصل اساسا، اللي هو نفس المكونات بس بنضيف نعناع ناشف ونعناع فريش اخضر مع الزبادي والخيار عصير ليمون شويه خل وشويه ملح. دي اللي هي السلطه اليونانيه او سلطه الزبادي العاديه. احنا النهارده بنتكلم على سلطه الزبادي السودانيه. دكتوره طلال طبعا قالت احنا في السودان هنا انتوا ما بتحطوا مايونيز ولا بتحطوا طحينه، دي الاضافه بتاعتنا، اتمنى ان الناس تجربها وتشوف الطعم بتاعها. بالمناسبه كمان برضو ممكن قطع بتاعت خبز قلب العيش يتنقع كده في مويه وبعد كده يتعصر وتحط معاها، اول حاجه بيديها قوام وبيديها برضه طعم. لكن انا يعني عملتها قبل كده وفي ناس قالوا يعني لا ما في داعي من العيش وبتاع، قلت خلاص ما في داعي من الناس ما استقبلته نوقفه يعني. تمام كده دكتوره. بعد كده انا عندي زيت الزيتون حتى احنا ما عندنا فيها اضافه بتاع الزيت، لو لك سلطاتنا بدون اضافات بتكون صحيه اكثر. زيت زيتون ما فيها حاجه لانك هتعمل فيها طحينه ومايونيز.
يعني بقيتها دسم منها، هي كانت صحيه جدا. ماشي، من الناس بتكون محتاجه تعويض لفقداته اثناء فتره الصيام. ما هم هيعوضوا، هياكلوا سلطه بس؟ هاي السلطه يا ريت. السلطه طبعا دي مفيده جدا بالمناسبه، يعني الناس لو عايزه بدل الديتوكس والكلام ده يعني يركزوا في السلطه. شوف ابراهيم، انت عارف الديتوكس حفظته ولا لسه؟ والله ما حفظته، عارف يعني. هنتكلم عنه ان شاء الله، لكن في رمضان طبعا ما ينفع نعمل ديتوكس دايت، لانه نوع من انواع الدايت اللي هو شويه بيكون قاسي وصعب، مع الصيام بيكون صعب شويه فما ينفع. هنتكلم عنه ان شاء الله، ممكن ننزل به الوزن بعد رمضان. يابا دكتوره، كده احنا السلطه بتاعتنا جهزت، شويه زيت، وكده بتكون السلطه بتاعتنا جاهزه. دي صحيه كده بعد ال طيب احنا عملنا سلطه الزبادي. انا طبعا بقول بالطريقه السودانيه، الدكتوره طبعا بتعترض معايا. قلت لو الساده المشاهدين يشاركونا، انا عارف طبعا النهارده اول يوم، الناس كلها طبعا في حاله الطوارئ في المطابخ بيجهزوا، وطبعا يعني ما شاء الله الشوارع فاضيه. خلا ما في زول، ما عارف الناس مشت وين الليله. اي يعني اول يوم طبعا الناس كلها بتكون مستعده، سواء كان من الناحيه النفسيه او كان سواء من الناحيه البدنيه زي ما بيقولوا يعني. طبعا شهر رمضان بيكون السهر فيه كثير، طبعا ربنا يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صالح الاعمال باذن الله تعالى. فعامة يعني احنا كنا عايزين الساده المشاهدين يشاركونا في ان سلطه الزبادي دي سودانيه ولا ما سودانيه؟ بسرعه بتقول ما سودانيه، وانا على حسب المصادر اللي جايب منها السلطه دي قالوا انها سودانيه. بالطحينه والمايونيز. ايوه. اوكي. تمام. دي كده ثاني طبق من اطباق الليله اللي هو سلطه الزبادي، وبعد كده بننتقل لاخر نوع من انواع اللي هي العصير، هنتكلم عنه لكن نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم. ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين مع العصير الليلة. ليلة دكتورة عاملين كوكتيل كده ظريف جدا، وفي نفس الوقت يعني يمكن زي ما تشوف ألوانه كثيرة لكن ما مكلف. احنا شغالين بالعصير البودرة، تمام. عندنا التفاح، عندنا أناناس، وعندنا طبعا التبلدي، ما في بيت ما بيخلى منه. أيوة. التبلدي في الأيام دي كل أنا هعمله، تمام. رشة جنزبيل. طبعا ممكن اعملهم كوكتيل كل يعني كلهم مع بعض كده، او زي ما انا هعمل كده في كل نوع عصير، لان هو كده كده كله هيتقلب بعد كده مع بعضه. تمام. حتى المشروب الغازي كده اهو عشان ياخد بس الفليفر بتاع الجنزبيل. طبعا الجنزبيل يعني يمكن يكون نكهه غريبه شويه، ممكن يكون في ناس حابين يسالوا عنا كده. نشوف اول متصله معانا، زمور رضا من المناقل. مساء الخير عليك يا زمور رضا. الو، اهلا بك يا زمور رضا، مساء الخير عليك. مساء الخير يا شيف يا دكتوره. الله يخليك زمور رضا، كيف اخبارك وصحتك طيبه؟ طيبه
رمضان كريم. الله اكرم. الله اكرم. شو تفطر على خير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. عاوز اسال عن طريقه عمل كفته البطاطس. كفته البطاطس؟ هاي. جدا هذا مظبوط. عندك حاجه ثانيه؟ لا لا شكرا. الو الو. هاي يا زمرودة. طيب يا زمرودة شكرا لك على الاتصال وكل سنة وانتم طيبين. كفتة البطاطس. كفتة البطاطس يا زمرودة أول حاجة بنسلق البطاطس، بنسلقها بالقشرة بتاعتها. يستحسن دايما في الكفتة إن احنا نسلق البطاطس بالقشرة بتاعتها علشان تحتفظ بالمادة النشوية اللي بتكون موجودة في حبة البطاطس اللي هي بتعمل لنا عملية التماسك في الكفتة بتاعتنا. بعد كده بندير طبعا شوية ملح وفلفل في مية السلق، بنقشرها ونخليها تبرد. يعني دايما عشان الكفتة تنجح معاي ما أفرمها أو ما أصحنها وهي سخنة عشان ما تبقى لبيوقة معاي. بعد كده بديها ممكن ملعقتين بتوع الزبدة، ملعقتين زبدة مع البطاطس المهروسة. بهرس البطاطس كويس جدا. لو عايز لو باكل بيض ممكن اديها بيضة او بيضتين، لو ما باكل بيض خلاص ما في داعي من البيض. بعد كده بس بقلب البطاطس بتاعتي، ممكن اضيف ليها من الاضافات اللي بتتحط عليها بصل مفروم ناعم، ممكن بقدونس مفروم ناعم برضو، وممكن ما اخدت حاجه خالص. تمام. وبعجنها وبخليها تخش الثلاجه تشد شويه كده تتمسك شويه، وبعد كده برجع اشكلها على شكل كور او على شكل اقراص او على شكل اصابع زي ما انا عايز بشكل الكفته بتاعتي. ده مني حاجه من الاثنين، ممكن اعفرها في الدقيق واسويها وممكن اعملها البانيه. بعملها بانيه كيف؟ ان انا بحطها الاول في الدقيق وبعد كده في البيض وبعد كده في البقسماط، وبرضو بعد ما اخلص العمليه دي برجع تاني احطها في الثلاجه عشان تمسك. دايما بنقول ان اي طبقه فيها البقسماط اللي هو البانيه ده يستحسن انها تخش الثلاجه تتشمع او تتماسك شويه عشان لما اجي احطها في الزيت الطبقه الخارجيه دي ما تتفتت مني، تكون متماسكه معايا. بكل بساطه دي طريقه عمل كفته البطاطس. ممكن زي ما قلنا تتحشي فراخ، ممكن تتحشي لحمه مفرومه، ممكن تتحشي خضروات، او ممكن تتعمل ساده. تمام. اوكي. طيب احنا كده بنحط بنجلاز. بنجلاز. طبعا بنجلاز من المنتجات السودانيه المفيده جدا وصحيه جدا، غنيه جدا بفيتامين سي اللي هو صحي جدا لجسم الانسان. وكل انسان بيحتاج لنسبه من فيتامين سي بصفه يوميه، لازم يكون عندنا نسبه من مخزون فيتامين سي في جسمنا. كمان غير ذاك انه التبلدي او البنجلاز غني جدا بالبوتاسيوم، وزي ما حكيت لكم فوائد البوتاسيوم. تمام دكتوره. اخر حاجه المشروب الغازي. طبعا انا بشكر صاحبي وصديقي وزميلي خالد علوم، هو صاحب الفكره دي. احنا كل سنه لما بيجي يعزمنا على الفطور يعني نطلع، فلفت نظري العصير وعرفت منه طيب واوجه له التحيه. طيب دكتوره كده احنا بقى ممكن نوزع الباقي الباقي يعني على شكل الالوان كده. اوكي كده احنا نكون جهزنا الكوكتيل بتاعنا. ويفضل اناناس برضو ممكن عشان برضو دايما في العصاير يا جماعه او معظم الاكلات في رمضان في ناس طبعا في البيت بيكونوا في البيت الواحد اكتر من مزاج. يعني في زول يحب الاناناس، في زول يحب التفاح، في زول ما بيحب الاثنين، يحب التبلدي بس براه وكده الجنيز براه. فلازم نعمل برضو حساب الناس السكر، طبعا السكر بتاعهم بيتعامل بوزنه معينه. أيوه. او بدون سكر حسب الحاله بتاعتهم. فدي دايما الحاجات دي لازم نراعيها دايما. وادي اخر حاجه عصير. ما تسالين عملتي كده ليه؟ لان ذاتي ما عارف عشان كده ما سالتك عرفتك حتكون ما عارف. طيب بكده اخر حاجه عندي الشوربه عبيها دكتوره. طيب شوف ابراهيم، احنا ممكن قبل ما نعبي الشوربه نمشي فاصل ونجيكم راجعين تاني. رجعنا لكم تاني. كان شيف ابراهيم خلص لنا العصير، وحاليا تقريبا الشيف الشوربه بقت جاهزه. الشوربه بتاعتنا جاهزه، هنعبيها طبعا يا دكتوره. تمام.
طيب اوكي، انت عبي الشوربه وانا حتكلم عن فوائد الجنزبيل اللي احنا عملناه في العصير لليوم. الجنزبيل من البهارات المفيده جدا وصحيه جدا لجسم الانسان، الا اذا كان الانسان بيعاني من قرحه في المعده، بقول له انه ما يتناول منه كميات كبيره لانه بيعتبر من البهارات الحاره جدا اللي هي ممكن تاثر لي سلبا على الجهاز الهضمي. فالجنزبيل هو ذاته في حد نفسه كده انه هو بيقلل من الدهون والكوليسترول، بالنسبه للناس اللي بيعانوا من نسبه عاليه من الدهون او الكوليسترول بتاعهم بيكون عالي، بيكون مفيد وصحي لهم. في رمضان بقول لكم انه هو مفيد وصحي ليه، لانه بيساعد من تحسين عمليه الهضم، يعني ما بكون عندي تلبك في المعده او عندي الم في المعده. القيمه الغذائيه اليوم للعصير طالعه من كل كوب واحد من العصير بنلقى انه طبعا ما فيه اي نسبه من الدهون. البروتين بنلقى فيه حاجه بسيطه، لكن اغلب حاجه هي الكربوهيدرات، لكن لو مشينا للفيتامين حنلقاه غني جدا بالفيتامينات. دي كانت القيمة الغذائية لليوم للعصير بتاعنا اليوم. هنضيف دي الشوربة وبلاها، يعني يعتبروا من أهم ثلاث حاجات في السفرة في رمضان، العصير والشوربة والسلطة. بعد كده بيجي الطبق الرئيسي، أنا من وجهة نظري يعني الطبق الرئيسي لا يزيد يعني أهمية عن الثلاث حاجات دول يا دكتور على مائدة الصوف، يعني ممكن أنا أكتفي بالثلاث حاجات دول. أيوة. والطبق الرئيسي بيكون يعني ممكن يكون خيار في فترة العشاء. تمام. بلاحظ ان الناس بتتعشى يعني اكيد طبعا، لانه في الفطور الناس بيتصرفوا غلط كثير، انه بيشربوا كميه كبيره من المياه، ودي حاجه غلط جدا. انه انا مفترض اساسا اشرب كوبايه بتاعت مويه كل ساعتين، ما اخذ كوبايتين وثلاثه كوبايات في وقت واحد. ليه؟ لانه بيضيق علي في النفس بتاعي، يعني يمكن ممكن اكل اكثر ما احس بضيق النفس، لكن لما اشرب كميه كبيره من المويه والمعده اساسا يعني في حاله بتاعت خمول طول اليوم طول النهار، ونجي بعد ذاك في المساء نديها كميه كبيره كده من المياه، اكيد ححس بالم في المعده وحكون متضايقه ما قادره اتنفس. فعشان احنا نتجنب الحاجه دي نشرب كاسه بتاعت مويه كل ساعتين، ونحاول نبدا بالمويه تكون دافيه، ما نشرب مويه بارده لانه حتاذينا اكثر من انها هي تنفعنا. اي نحن نكون عطشانين لكن المويه البارده حتاذينا، يا ريت نتناولها تكون بدرجه الحراره العاديه. طيب برضو من الحاجات المهمه جدا، في حاجه مهمه كنت داير يعني بيسال المشاهدين عليها خلال الشهر الكريم، طبعا كميات الاكل مهما قلنا طبعا بتكون كثيره، يعني مهما كلمنا. أيوة. يا جماعه ان الفكره من الشهر ده اللي هو يعني شهر ان احنا نحاول ان احنا نمسك نفسنا من كل الشهوات، يعني بما فيهم شهوه الاكل، لكن طبعا دي عادات احنا تورثناها مع بعض، يعني كلنا طبعا ما بنستثني زول. فكل اللي طالبه ان ترتيب الحاجه، يعني مثلا الاكل ده لما بيكون راجع الثلاجات بتتكدس في شهر رمضان، سواء كانت اللحوم نيه او لحوم مستويه، اكل ني او اكل مستوي، فلازم يكون مرتبين جدا في الحاجه دي عشان ما نتعب معدتنا، لان اصلا المعده لو ما تعاملنا معها صح خلال الشهر ده بيكون عندنا فيها مشاكل، فكمان نزيد عليها سوء التخزين دي كمان برضو بتعمل مشكله ثانيه. فدايما نبقى مرتب... مسرفين، احنا ما عايزين نبقى مسرفين، ده طبعا من الاساس، يعني من الاساس ان احنا ما نبقى مسرفين، لكن برضو لو حاجه رجعت بتتشال بتتغطى بتخطب الثلاجه بيكون ليها الاولويه لشغل ثاني يوم. ما لو ركبت حاجه جديده ما ركبها فوقيها، لا اطلع الحاجه القديمه الاول وبعد كده الحاجه الجديده تطلع بلا، لان ممكن الناس برضو عشان يزيدوا الكميه يقول لك تحط ده على ده. أيوة. دي طبعا بتعمل مشكله كبيره جدا. تمام، اكيد احنا في شهر رمضان ان شاء الله حنكون سعيدين بتلبيه كل رقباتكم ونرد على كل اسئلتكم. راسلونا عبر صفحاتنا على الفيسبوك او اثناء الحلقه كمان ممكن تتصلوا علينا عبر ارقام هواتفنا، واحنا سعيدين جدا بحلقتنا لليوم كانت معاكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. طيب بالنسبه لاطبخ قرص، في عندنا اطبخ قرص الليله، شكله كده ما في اطبخ ورث لليوم اكيد، لكن الناس لا في 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 اوكي. انت كيف بنقول لك عليك ما رد يا ابراهيم؟ انت سمعت رد؟ يمكن انت سمعت رد، ما ممكن الناس تشتغل يشتغلوا. سماح عملت الفطاير بالجبنه، تسلم يدك يا سماح، ما شاء الله. انا بس هاجي كده عشان الكاميرا، تسلم يدك يا سماح، لا شكل وردات ما شاء الله، تسلم يدك. من طلة عاملة البان كيك ما شاء الله، مع شوف ابراهيم غايته من طلة دي، يعني كان جات هنا ما يعني ما وقت. لا ما شاء الله عليها من طلة ما شاء الله، يا سلطة المايونيز بالبنجر ما شاء الله، يا لهذا لونها جميل، يعني لون السميح الورد ده.
دي اخر ابداعات المشاركين. بنشكر كل اللي بيرسلونا وبيجتهدوا معانا وبيتفاعلوا معانا، واتمنى كمان ان كل مشاهدينا خاصه يتفاعلوا معانا بابداعاتهم وبمشاركاتهم معانا في البوست بتاع اطبخ وارسل. اكيد طبعا شيف ابراهيم، الناس في رمضان بتبدع اكتر من غير رمضان. هو طبعا المفاجأة اللي احنا ان شاء الله مجهزينها للساده المشاهدين ما هنتكلم عليها الليله، لكن بالذات في اطبخ وارسل اللي بيرسلوا معانا وكده ان شاء الله باذن الله هيكون لهم معانا مفاجآت سمحه جدا خلال الشهر الكريم، هنعلن عنها ان شاء الله باذن الله تعالى في وقتها. ازاي المشاهدين، النهارده ابتدينا معاكم الشهر الكريم بحاجه خفيفه كده، احنا عارفين ان النهارده كله اعلن حاله الطوارئ والناس كلها يعني في استقبال الشهر الكريم، فاحنا قلنا نبدا بحاجه خفيفه. اهم ثلاث حاجات المفروض يكونوا موجودين على السفره الرمضانيه: العصير والسلطه والشوربه. كان عندنا شوربه الشعريه، سلطه الزبادي، وكمان عملنا عصير كوكتيل كده عباره عن مجموعه نكهات من العصير البودر العادي جدا، خطينا معاه التاتش بتاع الجنزبيل عشان يغير الطعم، وزي مجالس الدكتورة فوائده الغذائية كثيرة جدا. تمام، شكرا لك شيف إبراهيم، تسلم يدك على الأطباق الجميلة، وشكرا لكم على حسن متابعتكم لنا، وزي ما عودناكم دايما في الختام بنقول لكم في أمان الله.